سارق المحفظة، فيلم سارق المحفظة إنتاج عام 1970. طارق الفنجري رجل بخيل بتعاني شقيقاته الثلاثة من بخله. بيستقل طارق أحد الأتوبيسات العامة، وإذ بوقوع حادث ينقل على إثره طارق إلى المستشفى لعلاجه. ومع تحقيقات الشرطة يكتشف وجود لص بالأتوبيس سرق الركاب، وبتتبدل محفظته مع محفظة طارق وبيتوفى في الحادث، فيظن أهل طارق أنه هو الذي وافته المنية. فيلم سارق المحفظة كان بطولة وتمثيل رشدي أباظة، ميرفت أمين، سهير المرشدي، نبيل الهجرسي، آمال رمزي، فتحية رشدي، سيد عبد الله، علي فوزي، فكري طه، تصل معتمد، عزة عبد الجواد، بدر الدين كنجوم، توفيق الكردي، عبد المنعم عبد الرحمن، حسين الشربيني، حسن أتلة، بندق حسن. سارق المحفظة طارق سعيد الفنجري اللي هو رشدي أباظة عايش مع إخواته البنات الثلاثة، ناهد اللي هي أمال رمزي، وسميرة اللي هي سميرة سالم، ومديحة اللي هي كريمة البدران، عايشين في شقة في المنزل اللي بيمتلكه، كما يمتلك محلا لبيع الأقمشة يساعده فيه عبد السلام اللي هو بدر الدين جمجوم. وكان طارق شديد البخل والحرص بسبب ان والده كان مبذرا ومات ولم يجدوا تمن كفن، وتعاني شقيقاته من بخله الشديد، حتى ان الخطبة ام احسان اللي هي علي فوزي قد احضرت العريس صابر لشقيقته مديحة، ولكنه رفض المشاركة في تجهيزها وعرض تجهيزها من المهر الذي سيدفعه العريس. واعجبت ابنة الخطبة إحسان اللي هي ميرفت أمين بثروة طارق، وطمعت في الاستيلاء عليها، فنصبت شبكها حوله وتظاهرت بحرصها الشديد وقلة تناولها الطعام للتوفير والسير على قدميها بدلا من ركوب المواصلات، ليبادلها طارق الإعجاب ويقرر الزواج بها. وفي يوم كتب الكتاب بيركب طارق الاتوبيس وبيسرق محفظته واحد لص، وبيضع محفظة أخرى مكانها، وبيصدم الاتوبيس بقطار فيموت اللص، ويظن الجميع أن طارق هو الذي مات. بينما دخل طارق المستشفى فاقدا للذاكرة والنطق والحركة، وتقوم برعايته الممرضة سعاد اللي هي سهير المرشدي، ظنة أنه منير بدر كما كان مدونا في بطاقته، فقد كانت سعاد تغني وترقص في كازينو ومتزوجة من أحمد اللي هو رشدي أباظة الذي وقع له حادث ونزف دمائه ولم يجد من يتبرع له بالدم، كما لم يجد العناية اللازمة فمات. فقررت سعاد ترك عملها بالكازينو وتدربت على التمريض، ووهبت حياتها للعمل كممرضة لرعاية المحتاجين وفاء لذكرى زوجها الراحل. والغريب ان طارق كان يشبه زوجها، ولذلك تبرعت له بدمائها وسهرت على رعايته حتى مرت ساعات الخطر، واستمرت بجانبه حتى استرد صحته، ولكنه فاقد النطق وإمكانية تحريك يديه، وبدأ في استعادة ذاكرته، وأخذته لمنزلها لعدم وجود مكان يذهب إليه. وكانت أمها اللي هي فتحية رشدي ترعاه أثناء غياب سعاد في المستشفى. بينما تزوجت مديحة من صابر، وتزوجت سميرة من حمدي اللي هو حسين ورابي، وتزوجت ناهد من جميل اللي هو نبيل الهجرسي، جميعاً تزوجوا في يوم واحد. وحضرت الفرح إحسان بعد أن ادعت أن طارق دخل بها قبل كتب الكتاب ليحق لها الاستيلاء على ثروته، بينما سعى جميل للاستيلاء على المنزل ومحل الأقمشة، لأن طارق
كان مديونا لزوجته ماهد بمبلغ من المال وكتب لها وصل بالمبلغ، ولكنها ما زالت تبحث عن الوصل. وحامت إحسان حول عبد السلام ليشهد بأنها تزوجت من طارق قبل كتب الكتاب، ورفض عبد السلام الشهادة الزور أو الوقوف ضد شقيقات طارق، فبلغته إنها بتحبه وتريد الزواج به، ووعدته بتعيينه مديرا فرفض، فناولته خمرا على أنه مياه غازية، وحصلت على توقيعه على شكوى تطعن في جدية وصل ناهد المختفي. وبعد أن فاق عبد السلام من الخمر رفض الذهاب للمحكمة للشهادة، وتولى أحد المحامين النصابين الوقوف خلف إحسان والصرف على القضية للاستيلاء على ثروة طارق، بينما تولى كميل الصرف على القضية من ناحية أخرى. ولكن طارق بعد أن استرد عافيته نوعا ما ترك منزل سعاد وعاد لمنزل شقيقاته، ولكنه تقابل مع جميل الذي سلمه للبوليس على أنه لص، وتم إيداعه مستشفى للأمراض العصبية، وتمكنت سعاد من إخراجه على مسؤوليتها، وتمكن طارق من كتابة اسمه على ورقة. وعرضت سعاد الأمر على زميلها الدكتور سامي اللي هو حسين الشربيني، الذي أعاد البحث في ملف حادث القطار واستعان ببصمات طارق ليثبت بالفعل أنه طارق وأنه لم يموت. وفي نفس الوقت اترجعت إحسان عن سرقتها لثروة طارق ورفضت الذهاب للمحكمة، وعثرت ناهد على الوصل. وقرر جميل طرد شقيقات زوجته وأزواجهن من المنزل، ولكن جاءت سعاد ومعها طارق الذي استعاد قدرته على الكلام عندما شاهد إخواته، وطرد الجميع النصاب جميل وأشبعوه ضربا، وصرح طارق ممرضته سعاد بحبه، ولكنها أخبرته أن لها مهمة أساسية وهي رعاية المحتاجين، وفاء لذكرى زوجها الراحل أحمد. فيلم سارق المحفظة كان إخراج زهير بكير من إنتاج عام 1970. فيلم سارق المحفظة.